انطلقت الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان. تشهد دورة هذا المهرجان الذي يستمر حتى 28 من مايو مشاركة متميزة من عدة دول تجمع ثقافات متنوعة. إيقاعات موسيقية من ثقافات ولغات متعددة يشهدها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث انطلاق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. تونس هي ضيف شرف المهرجان الدولي للطبول الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، كما تم اختيار الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق رئيسا شرفيا لهذه الدورة. أهمية هذا المهرجان غير أنه هو بيقدم لنا فن موجود في دول كثيرة أفريقية وعربية وغيره، إلا أنه كمان بيبعث رسالة سلام للعالم كله أنه نختلف زي ما نختلف سياسيا، ويبقى في توجهات مختلفة كتير في حاجات كتير، لكن في النهاية بنظل الرغبة الأكيدة لكل الشعوب هو إن يبقى في سلام بين الشعوب. فالمؤتمر بيبعث برسالة مهمة جدا، أو المهرجان بيبعث برسالة مهمة جدا، هي المناداة بالسلام إنه يعم في كل أنحاء العالم، وده بيجي من خلال الفن الجميل اللي بيقدم في هذا المهرجان. الحقيقة دايما المهرجان ده متميز جدا نظرا للبهجة والفرحة اللي بيعملها للجماهير المختلفة في أماكن العروض كلها. وشاركت في حفل الافتتاح جميع الفرق بالمهرجان للاحتفال بإطلاق الدورة التاسعة، وسط حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. مهرجان الطبول مهرجان عالمي دلوقتي، ثبت وجوده، أثبت الهدف منه، هدف منه تجميع شعوب العالم على بالميوزك، بالفن، بالاستعراض. مهرجان الطبول دي تاني سنة ليا فيه، مهرجان جميل جدا ومشاركته حلوه على فكره من جميع انحاء العالم، في فرق، وتشرفت ان انا موجود فيه كعازف مزمار، وكالجروب بتاعنا فرقه طبلة الست فرقه جميله، وبنغني التراث بتاعنا الصعيدي، حاجه جميله جدا يعني. نعتز ان شاء الله بوجودنا هنا في القاهره في المشاركه مهرجان حبل الطبول مع مجموعه من الدول ومن اهمها مصر، وان شاء الله نقدم عروض حلوه ان شاء الله. فعاليات المهرجان تقام بقلعه صلاح الدين وعده اماكن تاريخيه بمشاركه 43 فرقه للفنون الشعبيه، وسط اقبال جماهيري كبير للاستمتاع بلغه الفنون وحوار الثقافات المتعدده. منذ بدايته في عام 2013، حيث تدشين الدورة الأولى من مهرجان الطبول الدولي، وهو يرسخ لفكرة حوار الطبول من أجل السلام، لتجتمع هنا فرقا موسيقية من شتى بقاع الأرض هنا في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، لتظهر قوة مصر الناعمة بفنها وحضارتها وثقافتها العريقة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.